اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم من الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنا من القدس ولو شاء الله الذين من بعد من بعد ما جاءتهم في ذلك ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومن ولو شاء الله ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقنا أن يأتي الله فيه لا ولا شفاعة هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سيكرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين يصلون و يقومون أن و ويؤمن بالله فما استمسك لا في يقومون بالله الله سميع عليم الله يقومون الذين آمنوا يقومون بالله و يُخْرِجُونَ مِنَ النور إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ صحاب النَّارِ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ الَّذِي حج إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ الَّذِي يُحْيِي قَالَ أَنَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يا أديب سلمان شفاعة فاتي من المغرب فوهد الذي كبر الله لا يهدي الظالمين أو الذي مر على قدره خاب يد على عرشها قال أن يا يحيي هذه هذه الرب بعد موتها فأماتهم يتعامن ثم بعضه قال كم لبس قال لبس يوم الأبد يوم قال بلست يتعامن فانزل يا طعمك شرابك لمن صنع انزل يا حنريك ولد على آيات الناس انظر للعيون كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين القول أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال ربك إبراهيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تكن قال بلى وكلف من الله قل قل قلبي قال فخص أربعة من الترف فصبر ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوني على واعلم أن الله عزيز

الله واسع عليم الذين ينفقون ولا في سبيل الله ثم لا يطلع ما انفقوا من نولا تلوم من ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومكرة خير من يتبع يتبعها الله غني حليم يا, يا الذين آمنوا لا تبدلوا صدقاتكم لمن لا الذي ينفق <applause> ماله رئاء الناس لا يؤمن بالله ولا الآخرة فما ثاله كما ثال عليه تراب فأصابه وفلن فتركه صلى فتركه لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يهدي القوم الكافرين ومَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ اللَّهُ وَطَابَ مِّنْ أَنفُسِهِمْ أَجَنّ

الشيطان يعلم يا أبا الفاشا والله يعذبكم مغفرة من فضله الله واسع عليم يعطي الحكمة من يشاء ومن يعطي الحكمة فقد أوتي كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما

إلا الذين أحسنوا في الله لا يستطيعون ضرا في الأرض يحصل الجاهل تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس لحافا وما تنفقون من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر من عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما, كما يقوم الذين يخرجون شيطانهم ذلك بأنهم قالوا إنما البيع والنصبان وأحل الظهر وأبحث الربا فمن جاءه موعظا به فانتهب له ما أسلف وأمره إلى اللَّهِ ونعل فولاه

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من ربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من رسوله وإن تبدوا فلكم سلام عليكم ولا لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة وأن تصدقوا خيركم كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس

وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فَرْحَانِ مَقْبُودُ وإن أمن بَعْدٌ بعضا فليفرغوا إلى أمانته ولتقل ربه ولا تكن شهادة ومن يكن فإنه آثم قلبه والله بما تعملون بصير لله ما في السماوات <سؤال> وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه من الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما آمن الرسول بما أنزل إليه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير لا يكون نقصا الا فصاها لها ما قصد عليك مصان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعْفُ عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الف <سؤال> لامي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نسمع عليك الكتاب الحق نصدق بين يديه وأنزل التوراة من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات لهم عذاب شديد الله عزيز ذو إن الله لا يخفى عليه شيء في السماء والسماء والذي يصورك في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الله حكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه منه آيات محكمات فأما <applause> الذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بطيقوا الفتنة وما يعلم التعبيلي إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب رب ربنا لا تزق <applause> قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا أولئك

الله يجير المرء من إن في <applause> ذلك لعبرة لي بصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين القناطير المقنطر الذهب والفضة الفضة والخل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا الله عنده حسن الْمَآبِ قل او نبئكم من خير من ذلك للذين تقوا عند ربهم جنات تجري من جنات تجري من الانهار خالدين فيها الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فلا وقنا عذاب النار أصحابنا الصادقين القانتين المنفقين المستقبل الصحاد شاهد الله أنه لا إله الملائكة من بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما خلف الله دينه الكتاب إلا من بعد ما جاء العلم باقيا بينهم ومن يكفي آيات الله فإن الوصل من فإن فوق أسلمت تاج الله ومن التوان وقل للذين أوتوا الكتاب الأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ الله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله يقتلون نبكر بالحق ويبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا الأخرى وما لهم من ناصرين ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى الكتاب إلى الكتاب الله ليحكم بينهم ثم يدعون ثم يتولى فريق منهم معدون من ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا إلا أيام معدودات وقرهم وقرهم وقر وقر في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعهم معهم لا ريب فيه وأفتكوا لنفسهم ما كسبتهم لا يظلمون قل اللهم

قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما, وما وما عملت من سوء. سوء تود لو ان بينه وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يكفر لك لكم والله غفور قل قل الله الله ورسوله ان تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ان الله ان تجد آل وآل إبراهيم وآل العالمين تجد بعدها من من الله سميع عليم إذ قالت امرأت عمر ربي نذرت لك ما في بطني محررة غضبا مني إنك أنت سميع عليم ولما وضعت قالت ربي إني وضع أنسى والله أعلم بما وضعت ما يسألت كالأنسى وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقول حسن وأنبتها نبت حسنا وكفلها زكريا كلما دخل زكريا, زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم من لك هذا قال من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير

صلاة أيام إلا رمزا واذكروا الله كثيرا وصبح من شلع بكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن نصطهر وكالطهر كالطهر والطهر على نساء العالمين يا مريم قلني ربك واسجد وقعي مع عين ذلك من أنباء الغيب <سؤال> نوحيه إليك وما كنت لديم إذا أقلام أقلام أيهم يكفل مريم وما كنت لديم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله إن الله يبشك في كلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهلكة من الصالحين

അഹസ്സി അസ്മി റബ്ബിക്കൽ ഖൗല വ റസൂലില്ലാഹ് വൽ ഹവാലിക്ക റസൂലില്ലാഹ് ആമൻ ബില്ലാഹി വ अशഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വ അഷ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വ റസൂലുഹു റബ്ബനാ ആമൻനാ ബിമാ അൻസൽത വത്തബഅനാ സഫക്തുനാ മാ അശ്ഹായിദിൻ ഓ മകാറു اللهم الله والله خير الماكرين إذا قال الله يا عيسى إني في <applause> غلي ومن الذين كفروا جاءوا الذين كفروا الذين كفروا يوم القيامة ثم إلى جمال جلوك إليكم فيما كنتم في تختلفون فأما الذين كفروا فأوذي ما ذابا في وما لهم ناصرين وأما الذين آمنوا على الصلاة الله العيب الظالمين لا لكنا من الآيات وذي الحكيم إن مثل عيسى عند مثل آدم خلقه من تراب ثم قلهكم فيكون الحق من ربك فلا تكونن

فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا إلا الله لله ولا نشرك به شيء ولا تخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاجة فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم أَوَاللَّهُ الله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرا ولا من كانوا حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن

بلى من أوفى بعهدي واتقوا فإن الله المتقين إن الذين يشترون في عهدنا وغنصرهم قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخر لا يكلم الله ولا, ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا, ولا فهم عذاب أليم وإن منهم لا فريق وإن يلفون أنصر الكتاب لتحسبوهم من, كتاب من كتاب وما هو من كتاب ويقولون وما هم إلا يقولون <applause> وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الكتاب له حكم الله وذا ثم يقول إن الناس كونوا عباد ليكونوا عباد من دون الناس ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمر من رتاه الملائكة إلا بكنا أربابا أن بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا إلا آتيتكم من كتاب ثم

الله ما أنزل علينا ما أنزل على إبراهيم بن إسحاق <applause> ويعقوب بن إسحاق وما أوتي موسى وعيسى والنبي من ربهم لا نفرق بين أحد منهم نحن المسلمون ومن يبعد الإسلام ديننا فلن يبقى منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهد لقوما كفر بعد إيمان يشهدوا أن الناس لحقوا وجاءهم والله لا يهد لقوما الظالمين أولئك جزاء لعنة الله الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عَنْهَا إلا الذين تابوا أصله من بعد ذلك أصله فإن الله غفور عليم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقول قولا الذين كفروا يقبل من من أحد من من <applause> وما له إن إن توهم كفار فلن يقبل من احد من كل الله اولئك لهم عذاب اليم وما له لهم من ناصرين ان الذين كفروا وما توهم كفار فلن يقبل من احد من كل الارض ذهبا ذهبا ولو اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من